يقول: نرجو توضيح متى تعطى الجزية؟ الجزية من اليهود والنصارى ومن المجوس إذا لم يدخلوا في الإسلام وخضعوا لدفع الجزية مع الذلة والصغار فإنها تؤخذ منهم. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس فقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم.